عودة إلى الأجواء المحلية، رفع نسبة تمثيل المرأة في وظائف القضاء والنيابة العامة أحد أبرز أهداف وزارة العدل. هذا ما أكد عليه وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال لقاء تشاوري ناقش القوانين والتشريعات الداعمة للعدالة والمساواة بين النوع الاجتماعي. رغم التحسن الملموس في الأردن بما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء، إلا أنه لا يزال هناك عدد من التحديات التي ينبغي العمل عليها. جاء اللقاء التشاوري الأول لمناقشة القوانين والتشريعات القضائية التي تدعم العدالة بما يتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي، لإيجاد توصيات لتحقيق المشاركة الكاملة للنساء في جميع المجالات وعلى كافة المستويات. الواقع هذه الورشة تأتي لبيان الإجراءات التي تمت من قبل الحكومة الأردنية، جزء منها فيما يتعلق بهذا الجانب تحديدا. يعني هنالك أولا مجموعة من التشريعات التي تم تعديلها بهذا الموضوع حتى تضمن حماية أكبر للمرأة التي تعيش داخل هذا المجتمع. تقديم مقترحات لتطوير القوانين والتشريعات القضائية التي تدعم العدالة بما يتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي، والتي تشمل تعزيز الخدمات المتاحة للمرأة وخصوصا الوصول إلى العدالة للفئات ذات الحاجة، هو الهدف الأساسي من اللقاء. هيدي الورشة هي بشكل خاص حول العدالة، الوصول للعدالة للنساء، خاصة للنساء الأكثر تهميشا والأكثر فقرا. تعرف الأردن مشي أشواط بتحقيق المساواة والعدالة بالأمور اللي بتتعلق بالصحة وبالتعليم، بيبقى في بعض التمييز بالقوانين، هو أكثر من القوانين والتشريعات هو بكيف العادات الاجتماعية ممكن توصلنا، فحابين نطلع بتوصيات كيف ممكن نتعامل مع هالموضوع. اللقاء هدف إلى تحقيق برامج أكثر تماسكاً فيما يخص العدالة، الأمن المجتمعي والمشاركة الاقتصادية والسياسية، بهدف تعزيز العدالة بما يتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي في الأردن. ليلى خالد، رؤيا.